نورمالمون هي اجراءات فعاله، اجراءات لازم تاخذها من قبل على خاطر انتشار فيروس كورونا وخاصه الجائحه الثالثه والفيروس الجديد اللي توا قاعد ينتشر بصفه مهوله، والارقام نتاع الوفيات اللي صعدت في العالم. نورمالمون احنا هذه اجراءات لازمها تكون من قبل، وحتى من خمسه نتاع العشيه سكروا علينا. مش باش تساعد الناس الكل، فما شكون باش تساعد وفما شكون ما تساعدوش. باغ اكزومبل لي بروفيسيون ليبرال ما تساعدهمش بالكل، العامل اليومي ما تساعدوش بالكل، اوترومون الزوي ولا ما تساعدهمش بالكل. سي سا بيرسونيلمون القرارات الاخرى ما عجبتنيش، نصور كانت تكون برشا ما خير. قرارات ضرت برشا لتديونات دي ان، ضرت برشا الحوانت والعطاره والقهاوي وكل هيك. نصور برشا كانت برشا قرارات نجم تصير بطريقه اللي يبقى الاقتصاد يخدم وتبقى الناس تخدم، وفي نفس الوقت نحافظ على بعضنا من كورونا وكهو. كيف صار الى مرة فما ناس تساعدهم وفما ناس لا، فما ناس معناها ما تساعدهمش، هو قوتهم الكل من القهاوي ومن الريستورانات، يعني فما فئه باش يجوعوا وكمل. هو تو الكورونا تخرج كان سبعه متاع الليل، تخرج كان سبعه متاع الليل، والمترو اللي ياخذوه فرد وقت في سانسينيك، والتلامذه اللي مع بعضها فرد وقت، يعني ماهيش حل بالنسبه حتى وموا يعملوا نهار بنهار وموا يردوه العشره متاع الليل باش الناس وموا فما ناس ما تجوعش، راهي فما ناس باش تجوع. مش في صالح حتى مواطن، مش في صالح حتى مواطن تونسي، لانه 8 شهور الدوله ما تحكيش على المواطن، تحكي كان على مصالحها. سلام، والله اجراءات تعسفيه 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 على الاخر. قامت الاجراءات نصوم داكور كونه في حاله وباء، في حاله فهمتي ولا مرضيه خطيره، في حاله كذا، والله يحفظنا الناس كل امن. عملنا اجراءات كما هذه جر ديراكت بالمواطن البسيط الضعيف، وهذه المشكله الكبيره. كي عملنا الاجراءات هذه واحنا موافقين، هل فما اجراءات جايه معاها في مصلحه المواطن البسيط؟ انا كصاحب محل صغير، مؤسسه صغيره، صاحب مقهى، نحن طالبين حد شيء يا سيدي، نسكروا مش ما نسكروش امن. هل الدوله هذه المرفق العمومي هما خمس حوايج اللي هو ستاك سونات بلديه اقبابه وسين اساس ما يرحموكش؟ معناها كونكلوزيون الدوله تقول لك سكر ما تخدمش وزيد اعطيني، معناها هذه هي. احنا مش طالبين تعويض، نعرف دولتنا فقيره والله يحفظنا، معناها ما لقيناهاش توا وقتاش مش نلقاوها. انا من الناس المضررين في الحكايه هذه، شنو يجي يوقف لي كل شيء؟ يوقف لي المناسبات، يوقف لي الافراح، التجمعات، يوقف لي كل شيء في النهار وفي الليل نرقد. دونك انا تو 21 يوم باش نعمل جرايه، وصيت المدام باش تشوف لي جرايه كونفور كونفور باش نتلقى بها 21 يوم. لازم عصيان ورفض تام للقرارات هذه، لان قررت انا الزوالي معناتها من الناس البرشا اللي هي الاغلبيه الساحقه من التوانسه يخدموا معناتها سواء في القهاوي ولا في المطاعم ولا في برشا قطاعات ولا قطاع عندنا نصبه ولا كذا، كلهم باش يضروا. دونك معناها العباد يعني حتى ثم ناس مثلا قبل هي السبعه شكان فتره يمكن ثمانيه غير اربعه ولا سبعه واربعه، معناها حتى ما باش مثلا في وقت الهواء ما يلقاش حتى باش ياكل كعب من البيت، ولا باش مش باش ريستورون حتى باش معناها يسكروا السبعه، يعني معناها يعني ثم هذه قرارات ظالمه جدا جدا جدا. احنا في تونس كل شيء عندنا ما يعبر بالتعبير الشعبي مطلع. احنا قبل ما نتخذوا الاجراءات يلزم التفكير في المواطن. المواطن العامل، خدام، فلاح، صحفي، باحث، قبل ما ناخذ الاجراءات لازم نخمم فيها، وبالتالي توفير الموارد الماليه اللازمه للمواطنين هذوما اللي عندهم حق في العيش، العيش فقط وليس العيش الكريم، العيش العيش يتطلب موارد ماليه لكل مواطن تونسي، وهذا حق، هذا حق في الحياه. كيفاش نجيب معناه ناخذ الاجراءات اللي انا نجم نساند الجزء الاول منها اتخاذ الاجراءات، لكن لازم نحضروا الارضيه ونحضروا الامكانيات الماليه لتطبيقها، وبالتالي ما نخليوش ناس تخدم وناس ما تخدمش. هذا ما يصيرش، هذه اجراءات نعتبروها مرتجله وما خمتش في المواطن. لك مواطن، مواطن باش يقول يعاني برشا، والقرارات صارت تتنفذ تنفذ ب انت معاها ولا ضدها ساعه القرارات؟ ضد قرارات من حضر الجوالين، ضد قرارات حضر الجوالين. على
على لا خاطر الناس ما تلقاش باش باش تاكل باش تعيش باش تعمل حتى شيء، لازم تاكل العباد، باش تاكل العباد، شي مش تاكل، ما عندها ما تاكل العباد، هذه القرارات هذه. ربما الهدف من معناتها من الاجراءات اللي قاعد اتخاذها هو ربما معناتها باش ما توصلش في الصيف لكريز معين، خاطر نعرفوا نحن الصيف مربوط بالسياحه ومربوط باقتصاد معين والى اخره. لكن نرجع لسؤالك اللي سالته انت في معناتها على المقاهي وكذا وكذا، لهنا الدولة مطالبة بإيجاد حلول للعبادة ذيك، العبادة ذيك من مارس تعاني، مش تو باش تعاني راهو، العبادة ذيك تعاني من مارس، المقاهي، ريستورونيات، كذلك حتى النقل راهو بصفة عامة، تاكسيات ولا لواجات ولا نقل ريفي ولا كذا، أخي في ظل هالكوفر فيك فاش يخدم هو؟ بالنسبة للقرارات هذيا بصراحة أخرى برشا، وهي أنصاف قرارات، يمكن كانت تكون عندها جدوى لو كان جات من الأول. أما توا المرض متفشي وتحس القرارات هذه انتقائية مست فئات دون غيرها، بمعنى إنها مست الفئات معناها الهشة اللي معناها ما هيش قادرة تعمل رد فعل ولا ما هيش قادر تخلق الدولة. توا أصحاب المقاهي اللي مش يسترزقوا في رمضان ولا غيرهم من الفئات الهشة هم اللي ديما في كل قرار ممسوسين. قلت هذا الخبر بكامل الأسى والحصى كيفه اكيدوا واكيدوا اكيدوا كامل الاسى والحسن. يا رسول الله الحل الشيء الوحيد هو بيوت الله، المساجد بصفتي انا كشخص وكمسن مع متقاعد ماذا بي راي المساجد مفتوحه طيله السنه مصدوم، مش حتى على خاطري انا الحمد لله النجم نصبر النجم نتحمل النجم، اما عندي تو خدامه واصحاب عائلات ويخلصوا بالنهار وتجي في رمضان ونقول له حبس، يعني شيء يندب له الجبين بصراحة، وشيء أسف تعجز حتى على التعبير. توهاو في النهار توها أنك تشوف والله. وكان جت مثال يقول لك مثال يعمل قرارات صارمة، يقول لك 20 يوم خلينا نوجع الناس الكل ونتحملوا الناس الكل، أما يجي يقول لك حل منه في النهار الناس كل مع بعضها وفي الليل تقص ضربة واحدة، هيا قولي نقص مثال التواول وخلي الناس حتى يسترزق خدام، يسترزق زوز خدام على الأقل يتقبل الواحد، إما تسكر ضربة واحدة راهي مشكلة يا ولادي راهي مشكلة. بالنسبة للقرارات نتاع الحكومة فيما يخص كورونا في الحقيقة في حاجة إلى مراجعة، لأن برشا قرارات فيها يعني ظلمت فيها برشا فئات هشة، خاصة نعني بهم أصحاب المهن الليلية أصحاب المقاهي، يعني كيفاش باش يعملوا هذوما كيفاش باش يعيشوا. اكيد معناها فما قرارات لازم تتراجع اكيد، زاد فما ناس توا قادمين على شهر رمضان الفضيل معناها يحبوا يشوفوا يحبوا التراويح، ناس تحب تصلي عملوا تحرمت السنة معناها برشا، اكيد القرارات هذه يلزمها مراجعه. اجراءات بصراحه مأساويه، ناس ما احترمتش الموظفين، احنا بالنسبه للموظفين شهريتنا تمشي، اما القهوه والريستورون واللي يخدم في الليل والمنظفة في الليل الناس وطلبة، يا أخي طلبة كيش بش يعملوا بالله حسب رأيي، اللي بش يمشي يتعشى بحذا عمه ولا يتعشى في الريستورون يونيفرسيتير بعيد عليه شنو بش يعمل. أنا نشوف إجراءات ارتجالية، حل الفضائيات الكبرى، حكومة رجال الأعمال وربي معهم وكم. ما مستحيل باش يتقبلها أي واحد باش نخدم، معناها نورمال مول عبادي كل توقف مع بعضها فهمتي هكا، ما لازمتناش معناتها كيما اللي ما صار فينا معناتها المرة الأولى تو العام الثاني يا ظهر، والمرة الأولى قالونا باش نعاونوكم باهي حتى نفرضوا باش يعاونونا، قالنا باش نعاونوكم ما عاونوناش، ونفرضوا حتى معناتها كان باش يعاونونا في قداش باش يعاونونا، أكثر إنسان متضرر هو الخدام راه، صحيح مولا المول ريتي ينجم أكثر إنسان متضرر هو الخدام. لا ما تقرأ صغيراتنا اللي باش نخافوا عليهم يقرأ، الناس الصباح هاك ترى امشي للسوق تلقاه المرشي اكتظاظ كامل معناتها، وين الحفظ الصحة والبروتوكول الصحي وينه؟ وبرش عباد بلاش بروتوكول بلاش بافاتات، معناتها الخلاصة اللي يحب يستحفظ على روحه، والقرار متاع الحظر الجولان حكاية فارغة بالنسبة لي أنا حكاية فارغة. علاش القهاوي محلولة في تخدم على رواحها الناس، والمساجد علاش تسكر فيها؟ فهمتني؟ معناتها تجي في شهر رمضان تنحي التراويح اللي هو معناتها شهر عبادة، وكل صحيح الصحة أبجل وربي قال معناتها نستحفظ على صحتنا وكل، لكن أكثر عباد تستحفظ على رواحها هي الناس اللي تمشي تصلي في الجامع. الحي في رأي أنا أنها الناس هي اللي تستحفظ على رواحها، ما يستحفظ عليك حتى واحد.
فهمتني؟ ما تحبش تمرض اعمل باباتك جالك طبق القانون تاع البروتوكول الصحي وهذاك هو. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله رمضان صار مبروك على عباد الكل، وان شاء الله يا ربي يحفظ بلادنا.